صباح الخير مشاهدينا الكرام، وده موعدكم وجولة في الصحافة المحلية الصادرة صباح اليوم، واللي هنقرأ فيها أهم العناوين وبعض التفاصيل، وكمان ممكن نتعرف أكتر من خلال ضيوفنا عبر الهاتف على التفاصيل أكتر حول هذه الأخبار. نبدأ من جريدة الأهرام والعنوان الرئيسي من الصفحة الأولى: مؤتمر دعم ليبيا يطالب بإتمام المصالحة الوطنية ومنع التدخلات الأجنبية. مصر تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وتنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي. تقول تفاصيل هذا الخبر إن الأطراف المشاركة في مؤتمر دعم استقرار ليبيا طالبت بالأمس بضرورة منع التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي والعمل على إجراء الانتخابات المقررة وإتمام عملية المصالحة الوطنية. وأكد سامح شكري وزير الخارجية المصري خلال كلمته بالمؤتمر في طرابلس بمشاركة 30 دولة على ضرورة تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها الأشقاء الليبيون بعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 من ديسمبر المقبل. نترك جريدة الأهرام ونتحول إلى جريدة الأخبار في الصفحة الأولى. نقرأ أيضا العنوان الرئيسي لجريدة الصفحة الثالثة عفوا، نقرأ: تعزيز التعاون المصري الصيني في نقل تكنولوجيا الانتاج اللقاحات، وزايد الرئيس السيسي يقدم جميع سبل الدعم لتوطين الصناعة بمصر. تقول تفاصيل هذا الخبر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجاو كرانغ المدير العام لشركة سينوفاك الصينية بحث سبل تعزيز التعاون في مجال نقل التكنولوجيا لتصنيع اللقاحات لمصر، وجاء ذلك خلال استقبال الوزيرة لوفد الشركة بحضور دكتور محمد حساني مساعد الوزيرة لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات باكسيرا، وعدد من ممثلي شركة سينوفاك. ما زلنا في الأخبار، ومن الصفحة الثالثة نقرأ أيضا: أبو سمبل تحتفل بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني محافظ أسوان، تطبيق الإجراءات الاحترازية والتجديد على عدم التزاحم. تقول تفاصيل هذا الخبر إن أسوان احتفلت فجر اليوم بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني أحد أهم ملوك الأسرة 19 بمعبد الكبيرة بمدينة أبو سمبل، وهي ظاهرة فلكية فريدة تحدث مرتين في العام: الأولى في 22 من فبراير المتوافق مع جلوس الملك على العرش، والثانية يوم 22 أكتوبر في ذكرى مولده، حيث يسكن المعبد في الليل في ليل دائم طوال العام، وتشرق الشمس على وجه التمثال في هذه المواعيد. نتعرف أكثر حول هذه الظاهرة الفريدة والتي تحدث مرتين في العام من خلال الدكتور أو الأستاذ خالد سعد الخبير الأثري. أستاذ خالد، يعني برحب بحضرتك، وخلينا نعرف من حضرتك يعني أهمية هذا الحدث الذي يحدث مرتين في العام في معبد أبو سمبل. طبعا استاذن بس حضرتك، انا الدكتور خالد سعد. دكتور خالد اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك. الحاجه الثانيه ان ظاهره تعامد الشمس هي ظاهره معماريه فلكيه، لان المصري القديم كان بارع معماريا وكان بارع فلكيا، فبيعمل لنا نوع من انواع العماره الجديده اللي بتجمع ما بين الفلك والعماره، والظاهره دي موجوده في اكتر من معبد وفي اكتر من مجال معماري، لكن الاشهر على المستوى العالمي هو معبد ابو سمبل في اسوان. الشيء الثاني ان ظاهره تعامد الشمس بتتم على كثير من المعابد المصريه، وبيتم رصد التوقيت بتاع تعامد الشمس عندنا في قصر قارون، عندنا في الطوط، عندنا في النداموس، عندنا في السبوع، عندنا في اكتر من 21 معلم اثري ومعماري المصري القديم سابهولنا، واستمرت هذه الظاهره حتى العصر الحالي، فبيتم رصد برضه نفس الظاهره اللي هي سقوط اشعه الشمس على ثلاث مذابح في كنيسه الدير في مركز التلين الشرقيه، ودي بتدل على ان المعماري المصري لا زال بيتمتع بعبقريه العماره مع الفلك. الشيء الاخر الا وهو اتجاه الدولة حاليا في انتهاج نهج جديد على المستوى العالمي،
ووضع مصر في مكانتها اللائقة في الخريطة السياحية العالمية، واتخاذ مصر كافة الإجراءات الاحترازية اللي بتقوم بيها معظم الدول المتقدمة. يعني مثلا الزائر لابد أن يكون معه البرميشن بتاع ان هو واخد التطعيم، لابد ان تكون هناك مسافة من التباعد حتى لا يتم التماس، بالاضافة الى وجود مسار ومكان للانتظار حتى يستمتع السائح بعملية مراقبة سقوط اشعة الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني. دكتور خالد سعد الخبير الأثري، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وهذه المعلومات المهمة. نتحول المشاهدين إلى جريدة الجمهورية وهذا الخبر من الصفحة الأولى عن الاقتصاد المصري. شهادة عالمية، حقق معادلات نمو عالية وقادر على مواجهة الأزمات. المؤسسات الدولية تجدد ثقتها في صلابة الاقتصاد المصري. تفوق على غالبية العظمى من نظرائه خلال جائحة كورونا. وأيضا مصر ضمن العشرين سوق الأولى عالميا الجاذبة لاستثمارات الطاقة. نترك جريدة الجمهورية ولكن ننظر إلى خبر آخر أيضا في جريدة الجمهورية في الصفحة الثالثة هذه المرة من داخل الجريدة، ونقرأ هذا الخبر. القوات البحرية تحتفل بعيدها 54 تنفيذا وتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية. الفريق أحمد خالد دعم كامل من القيادة السياسية والقيادة العامة وامتلاك قدرات قتالية حقيقية للعمل في المياه العميقة. تفاصيل هذا الخبر تقول إن القوات البحرية احتفلت بعيدها 54 حيث تضمن الاحتفال تنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية لاستقبال الوحدات البحرية العائدة من مهام قتالية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة والتي أظهرت مدى الكفاءة التي يتمتع بها مقاتلو القوات البحرية المصرية. الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية أكد أن القوات البحرية في عيدها 54 تستحضر عظمة الماضي وتفتخر بما يتحقق في الحاضر من تطور التسليح والتدريب والعنصر البشري المحترف القادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية التي تتناسب مع مطالب القوات البحرية الحالية. إذن مشاهدينا، حول هذا الخبر احتفال القوات البحرية بعيدها 54 وتنفيذ عدد من التشكيلات، ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق. سيادة اللواء، برحب بحضرتك في هذا الصباح، ويريد تدينا فكرة عن أهمية دور القوات البحرية في القوات المسلحة. صباح الخير عليك وعلى كل المصريين، كل سنة ومصر والمصريين كلهم طيبين وفي عزة وفي كرامة. النهاردة لما بنفتخر أو بنحتفل بعيد القوات البحرية بنحتفل بيها وهي دائما في حالة ديناميكية من التطور. نعم. لأن ليس لدينا طرف أن يسبقنا أي عدو وإلا أمننا القومي هيهدد. القوات البحرية المصرية تاريخها مشرف، تاريخها مطمئن للمصريين على مر العصور. يمكن لو قلنا إيه اللي عملته في 56، اللي عملته في 67 بإسقاط أو بإغراق المدمرة إيلات، تاريخنا كله الحمد لله تاريخ بطولات، واللي عملوه لما قفلوا باب المندب. النهاردة القوات البحرية بقدراتها العالية هي جزء أو فرع رئيسي من القوات المسلحة المصرية. مصر بتنتهج استراتيجية الردع اللي بتعتمد على حماية أمنها القومي دون الدخول في حرب، وعشان نحقق هذه الاستراتيجية بنمتلك أولا قدرات عالية ثم نعلن عنها يراها الجميع. وبالتالي احنا الحمد لله القوات البحرية اللي عندنا من غواصات لمدمرات للمسترال اللي حملت الهليكوبتر للانشات الصواريخ لكل للطيران اللي هو المصاحب للقطع البحرية، كل هذه القدرات مش فقط احنا بنعتمد على الاسلحة الاجنبية فقط، ولكن اصبح لدينا الان
قدرة على التصنيع المحلي في أجزاء أو في قطع بحرية بنصنعها عندنا زي جو ويند ودي لانشات أو قطع بحرية مهمة جدا الحمد لله بنصنعها عندنا أو بنجمعها. عن قريب هنصنع قطع نول خالصة من الصناعة المصرية. هذه القدرات البحرية هي اللي بتحقق لنا أمن نقول أهدافنا الحيوية ثرواتنا اللي في البحر الأحمر وفي البحر المتوسط حقول الغاز اللي موجودة خطوط مواصلاتنا كل هذا ما كان ليؤمن ونشعر بالأمن ونستثمر في ثرواتنا لو لم يكن لدينا هذه القوات البحرية القادرة على حماية أمننا. وبالتالي القوات زي ما بنقول مش بس قطع بحرية حديثة ولكن أيضا قدرات رجال تدريبات اللي بتتم باستمرار تدريبات المشتركة مع مختلف دول العالم من دول عظمى لدول كبرى لدول صديقة وشقيقة كل دول بنتدرب معهم وأيضا هم اللي بيسعوا وبيطلبوا أنهم يتدربوا معنا للاستفادة بما لدينا من خبرات ونحن أيضا نستفيد ونضيف إلينا خبرات الآخرين لكي نجني في النهاية نقول أعظم قدرة عسكرية بحرية تؤمن أمننا القومي وتحفظ مصالحنا الحيوية في كل الاتجاهات الاستراتيجية. تحية اللواء يعني واحنا في شهر اكتوبر ويمكن يعني ما زلنا بنحتفل بحرب اكتوبر حتى هذه اللحظة يمكن كتير من الناس ما يعرفوش الدور اللي قامت بيه القوات البحرية في هذه الحرب. لو حضرتك في عجالة تديني بعض يعني بطولات هذه القوات البحرية في الحرب اكتوبر عشان يعني نذكر الناس بيها. يعني القوات البحرية في حرب اكتوبر مش بدأت من يوم اكتوبر ده بدأت من يونيو من 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 بعد هزيمة يونيو من 1967 لما العدو الاسرائيلي بعد احتلاله لسيناء تخيل ان هو خلاص امتلك البحار وامتلك السماء وامتلك الارض وكان عنده قطعة بحرية المدمرة ايلات اكبر قطعة البحرية وجايب طلبة القوات الكلية البحرية الإسرائيلية وجاي بفرجهم على الأرض الجديدة اللي احتلوها واللي ضموها الإسرائيل بكل الصلف وجايين يتجولوا أمام شواطئنا فخرجت ليها قطعتين أو زورقين صواريخ جابوها قاع المحيط بصواريخ قاع البحر بالصواريخ المضادة للسطح سطح. هذه العملية كانت يوم 21 أكتوبر 67 في ظل ما الكل متخيل ان مصر اصبحت لا حراك لها لا احنا وريناهم قد ايه قواتنا البحرية قادرة على انها تقاتل وتحمي امننا بل انهم هم اللي طلبوا منا عن طريق الصليب الاحمر قالوا خلاص انتوا غرقتوا السفينة طب اسمحوا لنا نطلع القتلى والجرحى بتوعنا وباخلاق الفرسان وقفت قواتنا البحرية لتحمي او تحميهم وهم بيستخرجوا القتلى والجرحى. نعم. ايضا في 73 لما قفلنا باب المندب قدام الملاحة الاسرائيلية لما امننا مسرح العمليات في البحر المتوسط والبحر الاحمر ولم تستطع القوات البحرية الاسرائيلية ان تقترب من شواطئنا او تهدد قواتنا من اللي بتعمل بحذاء شاطئ او تهدد اي مرفق من مرافقنا البحرية. قواتنا البحرية أمنت كل مسرحية الحرب سواء كان في البحر المتوسط أو البحر الأحمر طوال العملية. بنقول النهاردة الحمد لله رب العالمين لدينا قوات بحرية قادرة على حماية أمننا القومي جنبا إلى جنب مع قوات جوية وقوات برية وقوات دفاع جوي. شكرا سيادة اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق على هذه المداخلة. ما زلنا مشاهدينا نتابع قراءة الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم ونتحول إلى جريدة المصري اليوم في الصفحة الثالثة. وزير النقل تفقد التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى الانتهاء من الأوتوستراد سعد الدين الشاذلي وتشغيل كوبري عدلي منصور تجريبيا وتوجيهات بالالتزام بقياسات الجودة العالمية.
نترك جريدة المصري اليوم ونعود مرة أخرى لجريدة الأهرام من الصفحة الأولى. نقرأ هذا الخبر: الرقابة الإدارية تحقق 60% من أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. تفاصيل هذا الخبر أنه في إنجاز جديد لمكافحة الفساد، حققت هيئة الرقابة الإدارية 60% من إجمالي الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022، وبمعدل نجاح بلغ 85%. وأطلقت الرقابة الإدارية برئاسة الوزير حسن عبد الشافي أحمد تقرير نتائج متابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بنشر نتائج متابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. نعود مشاهدينا أيضا مرة أخرى إلى جريدة الجمهورية لنقرأ منها هذا الخبر في الصفحة الثانية: تنفيذا لتكليفات الرئيس، محطة طاقة شمسية بأوغندا بخبرات العربية للتصنيع. التراس خطة طموحة لتلبية احتياجات السوق المحلية والإفريقية. من تفاصيل هذا الخبر أن الهيئة العربية للتصنيع قامت بإنشاء محطة طاقة شمسية بمقاطعة توريرو بدولة أوغندا الشقيقة في إطار حرص مصر على دعم العلاقات مع أشقائها بدول حوض النيل. في هذا الصدد أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع في بيان أمس أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون المشترك مع الأشقاء بدول حوض النيل وجميع دول القارة الإفريقية في مختلف مجالات التصنيع. إذن مشاهدينا، كانت هذه جولة بين الأخبار والعناوين في صحافة اليوم. نترككم الآن مع هذا بعد الفاصل، نعود إليكم مرة أخرى وحوار في هذا الصباح.